وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان العالم قد شهد ولادة أول طفلة أنابيب في بريطانيا عام 1978، وهي الطفلة لويس براون. واحتفل العالم منذ 6 سنوات عام 2008 بولادة حوالي 5 ملايين طفل أنابيب حسب تقرير اللجنة الدولية لمراقبة التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب. ومنذ ذلك التاريخ حدث تطور هائل وسريع في تقنيات المساعدة على الإنجاب، مما أدى إلى زيادة نسبة النجاح من 10% إلى حوالي 50% تقريبا. من هذا المنطلق ولدور قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب سوهاج في المجتمع، يسعدني ويشرفني أن نفتتح اليوم الأول من المؤتمر العلمي الثامن لقسم التوليد وأمراض النساء والتوليد بعنوان الجديد في المساعدة على الإنجاب. يقام هذا المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة، الذي اعتذر عن الحضور لظرف طارئ. ويسعدني ويشرفني حضور سعادة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أبو زيد عميد الكلية، وسعادة الأستاذ الدكتور محمد علم الدين وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا. يسعدني أن أتقدم بكل آيات الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الدكتور عبد سعيد عبد الحافظ رئيس القسم ورئيس المؤتمر لمساهمته المثمرة ودعمه المستمر لهذا المؤتمر، والشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور صلاح محمد رشيد المنسق العام ودينامو المؤتمر، وكل الشكر للأستاذ الدكتور مجدي أمين لما بذله من جهد في تحضير المؤتمر. ولا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان للسادة المحاضرين الأفاضل، الأستاذ الدكتور هشام العناني أستاذ أمراض النساء والتوليد طب القاهرة، الأستاذ الدكتور مؤمن محمد كامل أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية طب أسيوط، الأستاذ الدكتور محمد يوسف أستاذ أمراض النساء والتوليد طب القاهرة، الذين لبوا دعوتنا لحضور المؤتمر رغم انشغالهم الشديد. ولولا حضور الأساتذة المبجلين والزملاء الأفاضل لما كان هذا الجمع منعقدا. كما أخص بالشكر والتقدير كل الشركات الداعمة والمساهمة في هذا المؤتمر، وأتمنى لكم يوم علمي مثمر، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.